اشوف حسين علي الحايك في بالكو الاولى الحسيني الكره مش مظبوطه يا عبد الله يا عبد الله يا ولد يا ولد يا سعيد في الاستقبال عبد الله وصلاح يا 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 حايك عبد الله لصلاح يا صلاح يا ولد يا ولد يا ولد هاي صد مصمر من نار للحسيني وكوره بدون عنوان لويجي بيبص بيشوف وهي هي هي التنة التنة يا اهلي. عندما يحلق النسر الاهلاوي عاليا ليقتنص البطولات فكل التحية لرجال النادي الاهلي للكرة الطائرة الذين ظهروا باللقب الثامن للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة. عندنا كواليس كتير، عندنا حكايات كتير عن الثمان بطولات العربية للاندية للكرة الطائرة اللي حصل عليها النادي الاهلي، واللي هيحكي لنا عن الكواليس كل الكواليس معانا كابتن خالد ابو زينة المدير، طبعا مدير فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي. اهلا وسهلا، نور الدنيا كابتن. الله يخليك، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. وبنشكر قناة الاون ان هي اتاحت لنا الفرصة ان احنا نتواجد عشان نشرح للسادة المشاهدين. احنا اللي بنشكر حضرتك، وبنشكر طبعا يعني فريق النادي الاهلي على الاداء الرائع. الله يحفظك. وعلى البطولات اللي شرفت مصر ورفعت اسم مصر، ده اهم حاجة. 8 نسخ، والثمان نسخ حضرتك كنت متواجد مع فريق كرة الطائرة بالنادي الاهلي. صح. البدايه من 87. انت جبت الكواليس بقى. ده احنا هنحكي بقى وهنعرف بقى التفاصيل بالظبط. انا من 87 حضرتك كنت اداري الفريق. تمام. وبعدين 2001 و2002 و2004 و2006 و2010 و2020 مدير الفريق. مدير اداري. تمام. و2023 انا مدير الفريق. اول بطولة دي كان قصة كبيرة جدا، اللي هي سنة 87 الأردن. ايه بقى، كان رئيس البعثة معانا كابتن عدلي قيعي. تمام. والبطولة دي كانت في الأردن، والبطولة دي احنا سافرناها واحنا ناقصين 5 لعيبة في المنتخب. 5 لعيبة بتوع المنتخب كانوا مع المنتخب، كانوا مع المنتخب، والاتحاد رفض ساعتها يدينا اللعيبة. فسافرنا بالقوام بتاع الفرقة المتبقي. تمام. والحقيقة اول ما سافرنا الأردن تاني يوم الكابتن ممدوح اسماعيل اتصاب. فاصبح عندنا مشكله. كان ساعتها الكابتن احمد الشموطي كان غادر مصر وكان راح اشتغل في الامارات. فالحقيقه الكابتن عدلي اتصل بيه هو والعقيد المرحوم مجدي عبد المنعم، كان مدير اداري. تمام. والحقيقه جه الطياره اللي نزل بيها ممدوح، بعديها بساعه انا استقبلت احمد الشموطي عشان يلعب في البطوله. وهو كان مبطل. كان سافر ومبطل. بس ما كانش بقاله سنة. تمام. بس هو المعروف ولا برضو يا فندم يعني لا، المعروف عن الكابتن احمد الشموطي ان هو كان بيلعب بيتش. تمام. فكان لياقيا جاهز. كان حلو جدا، واخد بال حضرتك. فالفرقة كانت 6. 6 لعيبة بس. 6 لعيبة. تمام. فحضرتك عملوا الدوري، احنا كنا 7 فرق. اتعمل دوري من دور واحد. تمام. واول ماتش قابلنا يعتبر اقوى فرقة اللي هي اهلي جدة. تمام. وبعدين توالت الماتشات لغاية اخر ماتش اهي. صورة البطولة كده واللعيبة طبعا سنة 87 بطولة العربية في الاردن. كان اللي ماسك المدير الفني الكابتن وجيه حمدي. تمام. انا بس دكتور يعني اللي يستوقفني حاجة، حضرتك بتقول 6 لعيبة بس. الباقي حضرتك اللي انت شايفهم صغيرين. تمام. اللي هو الله يرحمه مجدي المغاوري اللي هو جنب كابتن عماد. واخد بالك، وعادل لطفي وماجد مصطفى. تمام. كل دول كانوا صغيرين ولكن كانوا بيشاركوا طبعا، لان عشان نريح الباقي. بالظبط. انا قلت 6، القانون لا يسمح. لا احنا كنا مسافرين 12 لاعب. تمام. لكن اللي في الملعب، قوام الفرقه اللي في الملعب الاساسيين هم الست. وضفنا عليهم الكابتن احمد الشموطي، فبقى هي دي التغييره اللي هي الزياده. تمام. حقيقه اخر ماتش كان لو فريق الرشيد العراقي خد شوطين هو اللي خد البطوله، لو احنا كسبنا 3-1 3-0 يبقى احنا اللي واخدين البطوله، والحقيقه احنا كسبنا 3-0. وده دايما اللي بيتقال، الاهلي بمن حضر. بالظبط. روح لعيبه الاهلي يعني هي كانت بطولة قوية جدا. وكان فيها فرق قوية جدا، يعني
فريق قزمة الكويتي الأهلي أهلي جدة حضرتك قلت لي وأهلي جدة وحضرتك رشيد العراقي. الرشيد يعني العراق كان ساعتها فريق قوي جدا تمام واخد بال حضرتك وكان منتخب قوي جدا ففي خمس فرق قوي جدا تمام. ندخل على 2001 في الأردن برضو في الأردن برضو دي بقى قصتها قصة تانية تمام إن احنا كنا خسرانين بطولة أفريقيا هنا في مصر بتاعت الكؤوس تمام والحقيقة حصل كده مشاورات ان احنا نعتذر عن الاردن والحقيقة كابتن حسن حمدي رفض وقال اتفضلوا احنا واخدين موافقة واحنا والنادي الاهلي ما ينفعش يعتذر والكابتن سمير عبد الرب ورحمة الله عليه بلغنا ان انتوا لازم تسافروا تمام. فاحنا مسافرين واحنا خسرانين من فريق النجم الساحلي 3-2 على ارضنا في النادي الاهلي بطولة افريقيا ابطال الكؤوس حلو ورايحين الزمالك كان معانا فلعبنا فاينل الماتش مع الزمالك تمام واخد بال حضرتك وكسبنا في الماتش ده 3-1 يعني كان 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 مدير فني كابتن فؤاد عبد السلام تمام من فريق مش هيشارك اصلا في البطوله لانه يروح ياخد البطوله ودي كانت فاتحه لينا بقى تمام. احنا بعديها خدنا الدوري وخدنا الكاس واخد بال حضرتك في السنه دي تمام وما شاركناش في افريقيا كانت في ساحل العاج حلو قوي. طيب نرجع للتاريخ يعني بصراحه الكواليس لا الكواليس يعني بتدل على قوه لعيبه النادي الاهلي وعلى قوه الاداره في النادي الاهلي في الكره الطايره بالتحديد يعني. طيب نروح بقى للحديث. احنا نظمنا يعني الاهلي خد كده اربع بطولات في القاهره. مظبوط؟ بالظبط. يعني 2004 و2010 و2020 و2023 2004 و2006 تمام و2010 تمام ده كان السجل الذهبي للفريق كويس. ليه بقى 2004 و2006 و2010 حضرتك احنا خدنا دوري وكاس وافريقيا والعرب حلو جدا تمام تمام يعني حضرتك ثلاث بطولات 2010 احنا كنا خدنا الثلاثه والمفروض هنروح افريقيا وموضوع كورونا حصل فما سافرناش. طيب انا سؤالي هنا يا فندم على الفرق ما بين المشاركات الخارجيه وان احنا نلعب بطوله منظمه على ارض مصر. لعيبه بيكون مرتاحه اكتر في مصر بس بيبقى عليها ضغط. تمام انا عايز اعرف كده. عليها ضغط حضرتك الاسترس اللي بيبقى موجود عليها واخد بال حضرتك في حته البطوله على ارضي البطوله على ارضي. طب انا هعمل ايه لو يعني التفكيرين بيبقوا تفكيرين في تفكير واحد تمام واخد بال حضرتك لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيكلل لنا النجاح كويس. ليه؟ نتيجه مسؤوليه. يعني حضرتك لو تشوف الكابتن محمود الخطيب بيقول ايه للعيبه قال ايه لما خسرنا الدوري وكاس السنه اللي فاتت. انا مصمم ان انا احكي القصه دي. اتفضل. قال لنا انتوا فريق بطولات كون ان حصل دروب ليكوا تمام ده مش معناته ان انتوا تقعوا ده انت معناتكم ان انتوا تطلعوا تاني تمام ومعناته ان انتوا فريق بطولات لازم تحافظوا على الاستمراريه دي. النادي الاهلي بيبص في اللعيبه بتاعته تمام ان هو ينتصر ان هو يكسب ان يبقى عنده من جوه حماس المكسب يبقى من عنده من جوه الغيره على الفانله اللي هو لابسها الغيره على الجمهور اللي بيشجعه في المدرج اللي جاي واخد بال حضرتك قبل المباراه بثلاث ساعات مستني حضرتك علشان يكسب علشان اللقطه اللي حضرتك شايفها دي تمام. دايما دايما يعني النادي الاهلي في البطولات الخارجيه سواء افريقيا او البطولات العربيه بصراحه احنا بنشوف الروح دي في الملعب بنشوفها بتبان في النتائج وفي روح اللعيبه ولو حتى خسرانين الكامباك اللي بيتعمل ده مش بالظبط ده مش لعب لا بالزبط. دي روح بالظبط مظبوط بالظبط. طيب 2023 البطوله دي البطوله دي ليها شويه يعني برضو كواليس كتير وكان ليها ظروف في البدايه حتى في التنظيم فرق يعني اعتذرت عن وتعادت القرعه. وانا هقول لحضرتك بس حاجه قبل ما نكمل. احنا كنا عاملين سؤال قبل البطوله تتوقع مين الفريق اللي يفوز بالبطوله. كان لسه الفرق ما فيش حد قاعد من الانسحاب والجماهير الاهلاويه طبعا قالت الاهلي، الجماهير الزملكاويه نفسها قالت الاهلي.
وده يدل على قوه فريق النادي الاهلي. كواليس 23 والبطوله في مصر والضغط الموجود على اللعيبه ان هو دلوقتي الفريق الوحيد اللي بيمثل مصر فلازم يقتنص البطوله. والفرقه المشاركه دلوقتي لا الفرقه دلوقتي بقت اكثر قوه. احنا عندنا غيره عندنا غيره يا فندم. تمام. ان ما حدث السنه اللي فاتت نمحيه السنه دي. فعندنا غيره في كل بطوله. كابتن محمود الخطيب كلم كابتن محمد مصلحي ربنا يبارك له بعد السوبر قال له انا منتظر الكتير استمر. تمام. شوف الكلمه دي وصلها لكابتن محمد مصلحي وصلها للكابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفرقه بتدي دفعه ازاي بتدي بوش ازاي. طبعا ان 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 انت من جواك يعني عارف الشحذ الهمم اللي هو يعني لو انت سبعه بتبقى عشره ده مش بالسهل ومش مش بسيط واخد بال حضرتك. تمام. زي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت هاكد لك بطوله افريقيا السنه اللي فاتت لو بيلعب معانا مين بعد الدفعه اللي اداها لنا حضرته في رمضان فعلى الفطار تاني يوم خسارتنا. تمام. لو مين بيلعب قدامنا هنكسب عشان هي اللعيبه عندها جالها الاصرار من الموقف موقف مش بسيط وموقف يتحسب لحضرته. انا دايما اقول كده والموضوع ده بيأثر فيا نفسيا انا كمان. هو دايما يعني كابتن محمود الخطيب معروف عنه طبعا القياده حتى هو في هو لاعب مما لا شك فيه وده بيبان على ارض الواقع مما لا شك على ارض فيه. الملعب في كل الالعاب في كل المراحل السنيه كمان مما لا شك فيه. اه ومعاه مجلس محترم جدا نائب معالي الوزير العمري وخالد بيه مرتجي امين صندوق وباقي الاعضاء. تمام. مسندنا في كل وقت وكل وقت وكل حين واخد بال حضرتك. مش هنسى واغفل مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوض. لا طبعا ده تمام؟ يعني معانا لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه وبيتكلم في حاجات دقيقه جدا. مش هننسى اداره نشاط رياضي من وراء جنود مجهولين شغالين بيخدموا علينا. مش هنقدر ننسى ده طبعا. الاتحاد المصري في البطوله دي بقياده المهندس ياسر قمر الحقيقه قدم كل الدعم هو ومدير التنفيذي ومين الصندوق رئيس لجنة عليا منظمه الاستاذ عمرو مخلوف واخد بالك لينا. قال البطوله دي فريق واحد بيمثل مصر واحنا عايزين مصر تكسب الحمد لله. الحته اللي حضرتك قلتها ان انت منتمي الى مصر. انا بالنسبه لي انا لما بشجعش عندي والله. فاحنا حضرتك ولكن اللي يكسب ويرفع علم مصر احنا نرفع له قبعه يعني دي مصر. ربنا يبارك في حضرتك والجهاز الفني والاداري والطبي اللي معانا مش عايزين نغفلهم خالص. تمام خالص. طيب انا دايما في سؤال بساله اللعيبه اللي هو يعني المباراه الصعبه اللي عدت عليك نفس الحكايه اداريا في مباراه صعبه ممكن ما تكونش مباراه النهائي مثلا ممكن تكون مباراه سهله اصلا في الملعب ولكن كان كواليسها صعبه جدا اداريا على المجموعه الاداريه الموجوده مع الفريق. الوكره اصعب. ايوه تمام. الوكره السبب اولا دخلنا في اصابتين خفاف. محمد محسن حضرتك حصل له قطع في صباعه وخد خمس غرز يا الله واخد بال حضرتك. وبعدين كابتن عبد الحليم عبو بعد ما رجع فورمه كبيره جدا بصراحه رجع وانا عايز اشكره هو لا ما شاء الله عليه راجع بقوه. عايز اشكره لانه عايز اقول لك ان هو قال لا انا مش هعمل العمليه وخلوني العب مع الفريق لغايه النهايه. والدكتور قال لا ده اصابته قويه ولازم يعمل عمليه. والحقيقه دخل تاني يوم الاصابه المستشفى. طبعا الدكتور محمد شوقي ربنا يديله الصحه كان له فضل كبير ان 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 العمليه يبقى فيها سرعه يعني. تمام. فدي كانت برضو من الماتشات اللي بعدين الماتش الوحيد اللي خسرنا فيه شوط. انا في حته مش عايز اقولها عشان ما بس الفرقه كلها تعتبر محترفين. ايوه طب ما عادي ده في الانديه مشروع. انا بقول يعني في الانديه مشروع عادي يعني. مش عايزين نتطرق لنقطه معينه. لا عادي عادي ده فريق من حقه ان هو بس احنا بنلعب في فرقه
محترفين. وده يدل على قوه فريقنا. بالظبط. تكسب فرقه زي دي تاخد منك شوط واحد. بالظبط. يعني بشق الانفس. انا شفت المباراه، المباراه كانت يعني عالميه. بالظبط. وكاني بتفرج على الدوري الايطالي في الكره الطايره بصراحه. بس الرجاله بتوعنا كانوا قد المسؤوليه وقدروا ان هم يعبروا وان احنا ربنا يكرمنا. واحنا لاعبين 10 باصابه الاثنين، يعني لسه امبارح محسن فكك الغرز. دي اصعب مباراه. وحتى قبل البطوله كان ناس كتير بتتكلم على المباراه دي، كانوا بيتكلموا على المباراه دي وكانوا بيتكلموا على النصر. نصر النصر بعمل. حضرتك يعني مع احترامي ليها فرقه رزله. بس الناس افتكرت ان دي فرقه سهله، ولو حضرتك اتلعب بطوله المنتخبات هتشوف كام واحد من فرقه النصر بيلعبوا في المنتخب. طبعا كلمه رزله دي بلغه الرياضه فرقه شرسه. يعني متدربين كويس. وزي ما بيقولوا عندهم فنيات عاليه. تمام. سؤال كده تاني بقى بالنسبه للتنظيم البطوله نفسها، دايما بيكون في عقبات ممكن تقابل الفرق. يعني النادي الاهلي فرقه من ضمن الفرق الموجوده في البطوله طبعا، عشان هو بقى فريق مصر. لا، فرقه ليها متطلبات من اللجنه المنظمه، ليها مشاكل عايزه تتحل شويه مثلا في حاجه معينه، طبعا الحاجه الاداريه او التنظيميه. هل كان في تذليل لكل العقبات دي من اللجنه المنظمه؟ بص حضرتك، يعني مش رياء ولا نفاق، لا احنا هنتكلم بوضوح. تمام. الاتحاد المصري واللجنة المنظمة زللت كل العقبات لكل الفرق. تمام. بدون مبالغة. معرفش حضرتك خدت خبر ان هم في اليومين الراحة عملوا لهم رحلات سياحية علشان يشوفوا الأهرام ويشوفوا المتحف المصري ومتحف الحضارة، واخد بال حضرتك؟ فده كان له أثر إيجابي برضو عليهم. تمام. لأن احنا كنا معاهم وبنسمع. أكيد طبعا. واخد بال حضرتك؟ يعني كل الأوفيشال كانوا بيبقوا مع بعض فبنسمع. رئيس الاتحاد العربي دي اول بطوله يعملها منذ توليه، قال لك لازم اعملها في مصر. فدي اول بطوله حضرتك للاتحاد العربي. تمام. اللي هو الحديث. الحديث. تمام. ان هو يعمل البطوله في مصر دي حاجه جميله جدا طبعا. يعني ده ال لكن احنا عندنا بقى، لو انت عايز تقول لي احنا عندنا اللي جاي بقى. اللي جاي ده مهم. تمام. عندنا دوري هنبدا خلاص يوم 10 و11 الثمانية بتاعت الدوري البلاي اوف. انا بقى الحته دي انا عايز اقف عندها شويه. اتفضل. المنافسه المحليه دلوقتي اصبحت اكثر قوه واكثر شراسه. بالظبط. فاللي جاي او النادي الاهلي بيجهز له في البلاي اوف، احنا قفلنا الصفحه اللي فاتت. تمام. اللي جاي كابتن محمد مصلح، يا ربنا يبارك له وانا بشيد بيه، راجل فاضل جدا ومحترم جدا وبيجهز كويس قوي 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 للمباريات عشان كل واحد ياخد حقه. تمام. ادى يومين راحه، هنبدا بكره تمرين الصبح وبعد الظهر. يوم حضرتك 9 هنخش معسكر عشان الماتشين اللي جايين اللي هم بتوع يوم 10 و11 هنلعبهم بصاله حسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى. كويس. بعديها باربع ايام هنلعب دور الثمانيه كاس مصر. دور الثمانيه كاس مصر. بعد كده هيحصل فيه اجتماع علشان نشوف بقيه الدوري هيمشي ازاي. طبعًا. لكن احنا لو عدينا الماتشين والماتشين يبقى احنا كده وصلنا لقبل النهائي. ما تنساش حضرتك ان بطوله افريقيا مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب وافق حضرته وسيادتهم على الاشتراك في بطوله افريقيا. كويس. احنا عاملين اللقب. بطولة افريقيا المفروض حضرتك في تونس من يوم 9 ليوم 22 فبراير في تونس. تمام. والاهلي حامل اللقب والموضوع ده مش سهل طبعا. انت احنا رايحين محافظة على اللقب صعبة. محافظة على اللقب. دي نقطة. والنقطة التانية البطولة الافريقية بتبقى صعبة. تمام. فاحنا برضو مستعدين ليها، بس نخلص ستيب باي ستيب لغايه لما نوصل لبطوله افريقيا. كابتن خالد ابو زينه بصراحه يعني كفيت ووفيت يا باشا. بصراحه المشاعر اللي انت بتتكلم بيها يا فندم انا مبسوط بيها جدا، وهي دي
يعني انا متربي الإدارية. انا متربي في النادي الاهلي. ما انا بنسال، انا بقول دايما الناحيه الاداريه مش ورق، متربي في النادي الاهلي وقلم، متربي من صغري وكل الافاضل اللي حضرتك يعني انا بدايتي في النادي الاهلي يعني كانت مع الفريق مرتجي رحمه الله عليه، كابتن صالح سليم تمام رحمه الله عليه، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، زائد الكابتن محمود الخطيب. الناس دي يا حضرتك موسوعه كبيره وناس لازم تدرس طبعا بالتاكيد. وبنبارك لحضرتك مره ثانيه كابتن خالد ابو زينه المدير، طبعا مدير فريق الكره الطائره بالنادي الاهلي، الله يحفظك ربنا. وعندنا نجمين بقى من نجومنا، نجوم الفريق كابتن احمد سعيد وكابتن محمد عادل. طبعا هنتكلم بقى عن كواليس اللعب والناحيه الفنيه اكتر. بشكر حضرتك جدا على ربنا يخليك. انا بشكر الاون سبورت تاني وبشكر حضرتك، ويعني ان حضرتك اتحت لي الفرصه دي وبشكرك جدا يا فندم. بشكرك جدا. وفاصل ونعود مع ضيوفنا نجوم النادي الاهلي كره الطايره كابتن احمد سعيد وكابتن محمد عادل دوله بعد فاصل قصير. استنوني.